جميله وبحضوري مع سيادتكم اللي حضروا معانا ان شاء الله عظيمه وتصبيحه. وثاني حاجه احب اوجه الشكر لشركه هاو ان هم فعلا قدروا ان هم ينزلوا مصر مع شركه روكسي عشان نعمل اضافه كبيره جدا في السباقه في مصر. وبرضه بحب اشكر شركه هاو ان هو مصنف نفسه كافضل منتج في العالم يعني او في مصر زي مثلا زي ما قال اللي بيشيل ايفون ما هو كل التليفونات بيتكلم بس ايفون ده براند في نفس الموضوع لما ينزل براند وبقوه روكسي فان شاء الله لازم نقدر ننافس. ثم ان المنتج لا يستاهل فعلا يكون في مصر يعني منتج لا منتج سايلنت. انا عن نفسي كواحد سباق بقالي 25 سنه في السوق المصري ما شفتش منتج بالقوه دي او بالمكانه او بالسايلنت بتاعه فعلا حرفيا. في منتجات في مصر يقول لك انا سايلنت بس بصراحه ما شفتوش قبل كده في مصر. يعني انا ركبت كذا فيلا وكذا مكان بيقول لك سايلنت وعميل فعلا قاعدين مثلا في ريسبشن زي كده في بيسمنت ولا حاجه بتسمع الصوت معاهم. لكن البروفيسور لما جاب البالونه الصغيره دي انا عايز اقولها وانا ماشي شرح الصوت لا الموضوع اتغير جدا حرفيا بالنسبه لي. فانا حسيت ان فعلا ان شاء الله باذن الله مع روكسي ومع الهاو ونحن في مصر هنتقدم للافضل ان احنا نقول عندنا سايلنت وهو فعلا سايلنت مش يسمع على ورق. تاني حاجة الماكينة بتاعته ان هو 2.8 و2.7 مش هيديني ضغط اللي هو ممكن يشرك. يعني الشركات اللي احنا عارفينها هي اعلى شركة في مصر في التصنيف في السعر بتاعها. انا بقول اي عميل ولا بنصحه اقول ما تجيبوش لانه وانا بركب ممكن يشرك مني ودي حقيقة. اما في المنتج ده في القوة ومكانة لا حاجة خفيفة وفي نفس الوقت مش هيشرك مني وهيحاول ان هو يديني اعلى كفاءة وفي نفس الوقت بيستنشق معايا فرق او مبيعات عشان طبعا 2.8 مع التنفيذ الممتاز جدا اللي هو بتاع التسويق او اللي هو التوجيه والتسويق. طبعا التسويق افضل قيمه وافضل تسويق للمصنع عشان معايا فرق او موضوع فرق او موضوع الالماني. ثم هنا برضو ان المصنع الالماني قاعد فيها وعشان ده صنف فوق ليها تعيين كبير جدا في المنتج اللي هو اثناء في صيف وشك. ففي نفس الوقت هيريحني ان المشترك ما يشوفش مني مع المكان بتاعته. وانا برضه بنصح ان اللي هيركب المنتج يركبه سيستم كامل. ما انا هاخد المنتج بدون الافيس ما عملتش حاجه. او يديني 70% صوت ما نسيتش معايا 20% يقعدوا معايا بس الافيس. وافيس التوجيه مع افيس التزميل. دي كانت رقم مهم جدا في التوجيه بتاع المصوره او